أهلا بكم. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق حل بالمرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر كانون الأول الماضي للعام الماضي، مشيرة إلى ارتفاع الصادرات 0.4% وانخفاض الواردات التركية بنسبة 11.0%. وذكرت الهيئة أن الصادرات التركية لشهر كانون الأول بلغت 23 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، مبينة أن واردات تركيا في كانون الأول سجلت 29 مليار و39 مليون دولار بانخفاض وصل إلى 11% عن نفس الفترة من عام 2022. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 94% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 198 مليون دولار. وذكرت مصادر صحفية أن البنك المركزي العراقي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار 209 ملايين و 540,027 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار أمريكي للحوالات الخارجية. أقر مجلس النواب الأردني قانون الموازنة العامة التي اعتبرت الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد من حيث الإنفاق العسكري. وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الأردنيون وتعيشها المملكة في نفس الوقت، فإن حجم إنفاقها الدفاعي في الموازنة الجديدة ارتفع بصورة كبيرة ملحوظة إلى نحو ملياري دولار، من جملة 17 مليار دولار، بالرغم من وجود عجز واضح بالموازنة يقدر بحوالي 3 مليارات دولار. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.5% في 2023 ليصل إلى 2.6% قياسا على نمو متوقع يقدر ب 3.1% في توقعات نيسان الماضي. وتوقع الصندوق في تقرير له أن يتباطأ نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط بواقع 5.4% في عام 2022، وخفض الصندوق توقعاته هو الآخر لنمو اقتصاد السعودية في 2023 إلى 1.9% مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 3.1%. دفع التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران الريال الإيراني نحو الهبوط المتسارع لتفقيد نحو 16% من قيمتها منذ بداية شهر كانون الثاني الماضي. وخلال الأسبوع الأخير زادت وتيرة تراجع العملة الإيرانية ليرتفع بذلك سعر الصرف خلال اليومين الأخيرين إلى أكثر من 580 ألف ريال لكل 100 دولار أمريكي. ويأتي ذلك وسط مخاوف من هبوط أكبر لقيمة العملة المحلية وانعكاس ذلك تماما على أسعار السلع في الأسواق، في ظل توقعات بتنفيذ واشنطن ضربات عسكرية على المصالح الإيرانية. نتابع وإياكم أسعار العملات.
إلى اللقاء.